وصلنا مع حضراتكم لفقرتنا الجديدة من فقرات الأبراج الممتعة جدا جدا مع حبيبتنا إيمان خير خبيرة الأبراج والفلك اللي دايما بتنورنا كل أسبوع. بس حابين نقول يعني لإيمان في البداية كده وحشتينا يا إيمان. انتوا كمان قلت أعمل لكم لايف من الساحل. لايف من الساحل. لا أنا غلست عليها في أجازتها وقعدت أبعت لها حاجات. لا أنا ببقى مبسوط. بصي يا طول ما أنا قاعدة على البحر أي حد عايز أي حاجة يبعت لي، ما عنديش أي مشكلة في الحياة. طيب طبعا النهارده بقى عندنا حاجات كتير عايزين نقولها وهنتكلم عن الوجه الحقيقي لبرج الاسد. ايوه الوجه الحقيقي ما بين العشريات. ماله زعلكم في ايه الأسد؟ انا بحب برج الاسد وانا كمان بحب برج الاسد. بس هو وبحب رجاله الاسد اكتر من الستات. ما انا عايزه اقول لك ان ستات الاسد شويه فيهم حته اطيب من رجاله برج الاسد. هم طيبين. انا ما بس فريند اسد ستات الاسد في عشريه من العشريات مش بشكل كامل. انهي عشريه؟ بصي العشريه الاولى، العشريه الاولى اصلا في برج الاسد يعني هي الثالثه. انا عايز مناسبتي كان اول امبارح او الامبارح كده العشريه الاولى. الاولى يعني هي الثالثه هتصدمكم ان ده وجه بقى حقيقي لبرج الاسد. العشريه الاولى هو بالعكس بيبقى سواء ستات او رجاله بيبقوا اشخاص متفاهمين جدا، بيتميزوا بان هم دمهم خفيف، بيتقبلوا الناس جدا وبيتقبلوا الاخطاء. واهم حاجه عندهم اللمه والصحاب والعيله. دي العشريه الاولى. الاولى العيب بتاعهم ان هم بيبقوا عندهم النرجسيه شديده قوي، يعني حبهم للذات هو الاهم وقدرتهم على الاستمرار في علاقات بيبقى صعب لان هم متطلبين قوي. ولا بيخافوا؟ لا متطلبين، لان هو بيبقى متاثر شويه بالسرطان. فبيبقى فكره الدراما شويه عندهم بتبقى متاثره. العشريه الثانيه بقى هو بنسميهم المثقفين، لانهم بيبقوا اشخاص اكتر عندهم وعي، عندهم ثقافه، بيعتمدوا على عقلهم اكتر. علاقاتهم العاطفيه ما بتبقاش قويه لان هما ما بيتعلقوش بالناس. بيتعلقوا اكتر، شغفهم في الحياه بيروح في السفر والمغامرات والتعرف على ثقافات جديده. والعيب بتاعهم بتوع العشريه الثانيه بيكونوا اكتر في العند، بيبقوا بشكل قوي جدا ومزاجيين جدا. العشريه الثانيه كمان هم عندهم يعني ممكن يسامحوا الناس بس ما يتعاملوش معاهم تاني، اي حد اخطا في حقهم بيستبعدوه من حياتهم. العشريه الثالثه بقى اللي بنسميهم القاده، هم فعلا اللي هو المثال بتاع برج الاسد، قاده اذكياء اقوياء، حتى في شكل البنيه الجسمانيه بتاعتهم جسمهم مميز جدا. لكن ايه طوال عراض دايما جسمهم مميز بارز رياضي يعني حتى لو مش جسم رياضي قوي بس عنده بنيه جسمانيه قويه فيتشرز رياضيه جدا. طب والستات اجسامهم حتى في بيبقى جسم بقى مانيكان بيبقى مميز. لكن بقى ما بيسامحوش في الاخطاء ولازم ينتقم من الشخص اللي اذاه، ما يسيبوش. يعني العشريه الاولى يسامح خلاص، التانية أنا مش هتعامل معاك، التالتة لا لازم انتقامية. ينتقم انتقامي جدا، ياخد حقه. صبر وما عندوش صبر غير العشرية الأولى. امتى لامتى التالتة؟ من امتى لامتى التالتة؟ عندك اللي هي لحد 23/8، من 13 ل 23/8. عكس مثلا العشرية الأولى، العشرية الأولى يعني صبور ولطيف وبيستحمل الناس. التالتة لا ما بيستحملش الناس خالص. فهو الأسد في ناس بتتعامل معاه على ان هو شخص، لانه بيظهر للناس ان هو شخص لطيف ومعاملته مع الناس جميله وودود، لكن في عنده وجه كده من العشريه الثالثه احذره جدا. اخباره ايه في العلاقات؟ اني واحده اني عشريه اني يعني ولا اني نوع علاقه؟ اني عشريه. يعني قولي لنا سريعا كده العشريه الاولى العلاقات بتاعتهم ما بينجحوش فيها لان هم لازم يكونوا واخدين ناس صبورين جدا. اوكي. العشرية الثانية اللي هي احنا بنقول من 2/8 ل 12/8 دول ما بيتعلقوش بالناس، علاقاتهم العاطفية أكتر هوائية كده عقل. لأن هو بيحب أكتر، يعني مثلا علشان علاقته العاطفية تنجح لازم يبقى معاه حد بيحب السفر وبيحب الانطلاق وبيحب التجديد، هي دي حياته. لكن مش من النوع إن لو حبيبه سابه يرجع له أو يعمل المستحيل عشان يرجع له. عكس العشرية الأولى اللي هي من أول 23/7 لغاية يعني 2/8، ده لا ده ينهار لو حبيبه سابه. عشان كده في ناس فيهم لما يتعاملوا مع العشرية الأولى ما يحسش إنه أسد، يحس إنه حساس قوي زيادة عن اللزوم. لأنه بيبقى جامع ما بين السرطان والأسد. طيب إحنا بنقول دايما إن الأسد بيبقى له فريسة،
لو ترجمناها على برج الأسد، مين الفريسة السهلة لبرج الأسد؟ ممكن يعمل كنترول قوي على مين؟ بصي، لأن الأسد برج بيعرف يتعامل بعقله اللي بيقع تحت إيده الأبراج الإيه؟ العقلانية المرنة، الحوت والسرطان والعذراء والطور. ليه بقى؟ سرطان، عذراء، وطور. الطور برج يحب النظام والاستقرار برغم إن هو برج قوي، لكن ما يقدرش على هجوم الأسد، ما يستحملوش، يخضع للأسد يعني. يخضع. العذراء برج منظم، السلطة والتسلط وحالة السرعة والانبهار بتاعت الأسد تشتته، تخليه ما يعرفش يتعامل معاه فينهار برضو. عشان كده بنقول دايما، يعني علاقتهم حلوة ولا وحشة؟ ما فهمتش. بصي، هي حلوة في حالة إن الأسد اللي قاد والعذراء هيبقى تابع في أجزاء. أوكي. لكن لو تساب إن الأسد يقرر يسيطر على العذراء، لا، هيسيطر عليه لأنه بيشتت له دماغه. العذراء قوته في إنه ينظم دماغه بالتفاصيل. لو شتتك وخوفتك ما تقدريش تركزي. فهو بيبقى عارف ده. الحوت والسرطان هي أبراج مرنة ولطيفة وودودة، ما تقدرش تستحمل قوة الأسد. عشان كده دايما كان الأطفال يقول لك إيه، طب إشمعنى الأسد هو ملك الغابة؟ ما في الأقوى والأسرع، إشمعنى هو؟ لأن عنده هيمنة وسيطرة مش سهل إن أنت تتعاملي معاه. كاريزماتيك جدا جدا، هو حضوره بيطغى وبيلغي حضور أي حد مهما كان. علشان علاقته تنجح لازم الطرف الثاني يكون هو كاريزما. يعني برج الأسد من الأبراج اللي ما تحب شريكه يبقى مطفي، وما تحبوش يبقى تابع، يحب احنا الاثنين نبقى منورين، منورين ونجوم على البصره. نكسب وده ازاي الاسد ننجح علاقاتنا بيه ازاي؟ اي نوع من انواع العلاقات على المستوى العاطفي العملي؟ واحد، اوعي تهينيه مهما كانت غلاوتك عنده، مهما كنت مين. لا يستقبل الاهانه حتى لو كان ابوه وامه، يعني ابوه وامه هيحترمهم ويبعد، ما يقبلش الاهانه ابدا، ما يقبلش التقليل من مجهوده. لأن برج الأسد على أي كان نوع العلاقة اللي بيبقى فيها، هو برج معطاء وبيساعد بغض النظر بيحبك أو ما بيحبكيش. حتى لو هو ما بيحبكيش ورحتي طلبتي منه خدمة هيعملها لك، بس لازم تقدري مجهوده. تالت حاجة، لازم تكوني بتتعاملي معاه. برج الأسد برج حساس جدا جدا، على عكس ما الناس فاهمة. على قد قوته هو كمان حساس قوي، فالإهانة عنده بتتأثر من أقل كلمة. فلازم كويس جدا وانتي بتتعاملي معاه يبقى كلامك واخدة باله منه جدا جدا. وعايزة تكسبيه كمان، لازم تكسبي عيلته. الأسد من الأبراج اللي عيلته حاجة مهمة عنده جدا، زي الجدي. فالعيلة عنده مقدسة، وفكرة ان الناس لازم دايما تبقى ملمومة عنده حاجة مهمة جدا. فدي من يعني الأساسيات عشان تكسبي حد برج الأسد. وما تقلليش منه في مكان قدام حد. طيب، ايه رايك نروح بقى لابرز التوقعات الفنيه والرياضيه الاسبوع ده؟ اول فنان حابين نتكلم عنه هو الفنان احمد سعد. احمد سعد اعلن على مواقع التواصل الاجتماعي ان في اغنيه هتنزل له قريب اسمها سعودي واسمر. اوكي، غنى مقطع من الاغنيه اللي بيقدمها للشعب السعودي اسمها سعودي واسمر خلال حفله 21 يوليو على مسرح محمد عبده ارينا ضمن فعاليات جوله المملكه المصاحبه كأس العالم للرياضيات للرياضات الإلكترونية في الرياض. أحمد سعد كمان علق وقال إن هي هتنزل على صفحته الرسمية على السوشيال ميديا قريب. وهو كمان أعلن تقديم نسخة جديدة من فيلم إشاعات حب. عايزاكي بقى تقيمي لي الأنشطة الكتير والمتنوعة بتاعت أحمد سعد ومدى نجاحها، ومع العلم إن أحمد سعد مواليد 20 أغسطس 81. شفتوا صورته اللي نزلها مع جوني ديب و... أيوة. وويل سميث؟ ما شفتيهاش؟ حلوة؟ لطيفة طبعا. طيب، هو أحمد سعد أسم تاريخ ميلاده 20/8؟ أهي الصور. أحمد سعد سعودي وأسمر. طيب، هتعملي إيه بقى؟ بصي، أول حاجة هو 20/8 تاريخ ميلاده ده، الأشخاص اللي مولودين في اليوم ده هم نجاحهم بيجي من حاجتين. واحد، ان هم مبدعين وفنانين جدا. اتنين، ان هم بيعملوا الحاجة بشغف جدا، عشان كده تلاقوا اي حاجة هو بيعملها حزينة سعيدة احنا بنحبها. فهو عنده طاقة حظ
وسعاده كمان مع اسمه، فبتخليه اي حاجه بيعملها معنى تاريخ ميلاده بتنجح ايا كان. بس في طفره حصلت في حياه احمد سعد من كام سنه، يعني ما قبل وما بعد تقدري تفرقي ما بينهم؟ زواجه الرابع كويس قوي. بيبقى في حد بيحتاج يديكي يحدد لك الشغف بتاعك. مجرد، ولان هي برضو يعني زوجته الاخيره كانت برج الاسد. فالاسد بيدعموا بعض بس ما يقدروش يستحملوا بعض كتير. طيب خلينا نشوف اسحبي له. يعني طاقاته الفنيه الفتره اللي جايه هتكون ايه؟ طيب هو يعني طلع، هو على قد ما النجاح ده طالع له الفتره اللي فاتت كلها، بس هو طبعا ده بالنسبه له كان اجهاد جامد. لكن هو عنده فتره تالق كبيره، وكل الحاجات اللي هيعملها الفتره اللي جايه هتنجح بشكل كبير، وعنده تالق لغايه شهر 9، فاي حاجه هيعملها هيبقى ادم سعد. يعني الفتره دي اي حد عايز حاجه تنجح يبقى مع احمد سعد. طاقه الحظ معاه قويه والوفرة معاه قوية، وهو في أعلى نقطة عنده من نقط تاريخه الميلادي. حلو. طيب 12/10/83. 12/10 الزواج والشغل. الجواز والشغل. راجل ولا ست؟ 12/10 راجل. طيب 12/10/83 في حاجات هو بيقدم عليها، عايز يعمل تغييرات في حياته، لكن للأسف التغييرات دي كلها بتتعمل من غير تفكير، محتاج ان هو يستنى لمدة 28 يوم بعد كده ياخد اي خطوة، والافضل انه يستشير ناس، لان رغبته الشديدة في انه يغير كل حاجة او حاجات جديدة تحصل في حياته هتوصله لنتائج غير مضمونة. جميل. يطلع له الاحمر. طيب اعلن اللاعب احمد حسام ميدو عن عودته للملاعب، وقال لم اعتزل ولكني كنت في اجازه لمده 10 سنوات وحاليا اجهز طويلة. نفسي بدنيا طويله قوي قوي، وعدنا يا رب بالاجازات دي، وساتواجد في احد فرق الدوري الموسم المقبل، واثق في قدرتي على تسجيل 10 اهداف على الاقل، وانا واقف. اوكي، ايه ما انت بتفتكري ده ممكن يحصل؟ كلام اللي ميدو قاله ده من شخصيه ميدو. انا اساليني. يقدر. يقدر يعمل كده جدا في السن ده. هو مواليد 23 فبراير 83. هو ده الوحوت. ده الوحوت. طب دلو ولا حوت؟ دلو حوت، اللي هي الفتره اللي هو الاثنين مع بعض، الاثنين بيبقوا داخلين في بعض. الحته دي هو واخد قوه الدلو مع قوه الحوت، عشان كده هو طالع له ملك النقود، فهو هيقدر يعمل ده. هيعمل ده. اي حاجه بتقدر تعمل، يعني هو من الناس اللي بتقدر تخلق حظه في المال وفي النجاح. فهو عايز ده فهيعمل ده، وهي دي شخصيته. وهيقدر يوصل لده وهيعمله بشكل كويس، وهو بيخلق الحاجه بالطريقه اللي تفيده. 20/8 راجل. عايز يسال على شغل. 20/8 شغل. الشغل نفس عام بشكل عام يعني. طيب امور الشغل عنده هتبقى قويه، محتاج ان هو يستخدم الذكاء العاطفي في التعامل بتاع الشغل اكتر من العقل والشده. في طاقه شخص من برج الحوت هيقدر يساعده، طاقه مائيه هيساعده في انه يحقق اللي هو عايزه. حلو. اوكي، طيب نروح بقى على الفنانه امينه خليل. امينه خليل كل الناس بتحبها وما حدش بيختلف عليها، لكن عملت تصريح لذيذ هيعجبك يا ايه على فكره. بتقول لك ايه بقى؟ انا ما كنتش عايزه انجح قوي علشان شريك حياتي ما يتكسفش. وبعد كده قالت انها اكتشفت بعد كده انها كانت غلطانه. هل شخصيه امينه بناء على برجها اتغيرت مع العلم ان هي مواليد 26 اكتوبر 88؟ وهل يعني ممكن تقبل بحاجات ترجعها خطوات في مشوارها الفني عشان ترضي شريك الحياه فيما بعد يعني؟ هي او مقابل نجاح. بس هي ندمت. ندمت. بتقول انا كنت غلطانه. لان هي احنا بنقول 28 38 بنبدا ان احنا نخلص كارمة زحل كل فتره، هي خلصتها ففهمت دروس الحياه. هي عندها نجاح وهتقدر ان هي توصل للي هي عايزاه، وهي استوعبت العلاقه الحقيقيه بتبقى عامله ازاي. هي فهمتها وفهمت ان انت لما بيبقى معاكي شخص اكثر اتزانا
بتقدري ان انت بالعكس ده هو اللي بيدعمك للنجاح. لكن لما انت بتتعاملي مع شخص هو طاقته الذكوريه ضعيفه، فبالتالي انت هو بياخدك وبينزل. مهما حاولتي تقللي من نفسك بعد شويه مش هتقدري توصلي لده. امينه ما تعمليش كده تاني. بس ما احنا لازم لانه هتقابل شخص يعني يسبورت هتقابل تاني نفس النمط. لا يعني تشوف شخص بقى يقدر يدعم من غير ما يحسسها ان هي بتعمل حاجه غلط، ان هي بتنجح. بصي اوقات ان انت مش هتفهمي قيمه الحاجه غير لما تشوفي عكسها في طبيعه شخصيات كده. فتبدا هي بعد كده لما بقى تطلع تقول ده هتبقى بتقوله من حته انها فعلا اتعلمت قيمه ده. ان الطاقه الذكوريه لما بتبقى متزنه هو اصلا ما بيقبلش بست غير متزنه. طيب توافق. انا مش عارفه احنا وقتنا خلص ولا ممكن ناخد اخر حاجه يا هشام. اخر طيب. توافق التوافق ما بين 16/6 و12/8 ولد وبنت. 16/6 و12/8 العلاقه مجهده، العلاقه تحتاج الكثير والكثير من المجهود عشان تنجح. الافضل يختاروا علاقات سلسه عشان فركشوا. نصيحة بالفركشة. لا مش الفركشة، العلاقة كبير. تحتاج مجهود علشان يبقى يفركشوا. لا ساعات ليه مش ساعات مش قادرين تعبانين في الحياة بيجي في العلاقات. لو زحل عندك موجود في البيت السابع عند الميزان انت بيبقى درسك في الحياة ان انت تتعلمي العلاقات. يا جماعة انا مع العلاقات السهلة بصراحة، اي علاقات فيها مجهود. بيقولوا البحر الهادي ما يصنعش بحر ماهر، اوقات لازم تخوضي في الصعب عشان تتعلمي. والله العظيم ده كلام احنا بنضحك بيه على نفسنا عشان خاطر نمرر عيشتنا. مش ممكن حب العناء ده. ميزان جدي عذراء. فلازم القعده تبوظ. ايمان ميرسي على وجودك معانا النهارده، ومستنيينك باذن الله الاسبوع اللي جاي وبرج تاني او برج جديد نتكلم عنه مع احداث فنيه وشخصيات فنيه كمان. دودو ما تغيبيش بقى كده تاني عشان بتوحشيني بجد. انا اللي بغيب؟ اروح فين؟ ابات هنا؟ هاتولي سرير هنا يا جماعه عشان يعني عشان ايه تنبسط. انت السبت الجاي سبعة ايام. لا خلاص والله العظيم انا ما عنديش مشكله صدقيني. طب سيبوها لي بس عليكي انا واو وهي. بس انا ايه انا واو وهي مش هتعمل ايه؟ اقعد فين؟ هبقى هي وهي انا ونفسي. انت متخيله؟ انت متخيله اللي هيحصل؟ هي جدا هي وهي.